ما بعتبرش قوي ان عدد الطلاب هو المعيار اللي احكم من خلاله على النجاح او جودة المنظومة. يعني استطيع جدا جدا ان انا اتدنى في معايير او السيلكشن كريتيريا اللي هختار بيها الطلبة فاملى الجامعة طلبة، باخد اي حد، واستطيع ان انا اتنجح الولاد وهم ما هماش على مستوى كفاءة عالي كأسلوب رخيص لاكتزاب مزيد من الطلبة للحصول على الشهادة. احنا ما بنعملش ده خالص، بعتمد على جودة التعليم، ويعلم الطالب اللي داخل هنا، وبنقولها له من اليوم الاول، انت جاي هنا عشان تتعلم مش عشان تاخد شهادة، لو ما تعلمتش مش هتاخد الشهادة. ما حدش بقى يتصور ان الجامعة خاصة يعني انا طريقي اسهل من الجامعات الاخرى، لا مش موجود خالص. لكن ممكن يكون الارقام انعكاس لثقة المجتمع في الجامعة، ومن هذا المنطلق انا بقول لحضرتك ان انا عندي طوابير موجودة برة بتقدم هذا العام، ما كانتش موجودة بنفس الكثافة خالص العام الماضي. عمر الجامعة زي ما حضرتك عارف لسه 3-4 سنين. عندنا دلوقتي يعني كلية زي العلاج الطبيعي احنا عندنا 300 طالب نقبله طبقا لمقررات الوزارة. أنا لغاية دلوقتي عندي طابور ما يتجاوز 700-800 طالب مقدمين، وإحنا لسه بقالناش أسبوع من الثانوية العامة، لم تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق حتى هذه اللحظة. ومع ذلك لو أنا حكيت رحت عامل كده خط بعد أعلى 300 طالب هقفل الكلية بكرة، خلاص هقفل، بس أنا ما بعملش كده. أنا بدي فرصة عشان أنتقي أفضل العناصر علشان لما يخلصوا يبقى فعلا مراية حلوة لجودة التعليم اللي بيقدم عندنا. الأعداد اللي موجودة في الجامعة حاليا حوالي 1300 طالب، احنا مصرح لينا العام الماضي العام القادم ب 1200، 500 هندسة، 400 اقتصاد، 300 علاج طبيعي، بالإضافة لبعض الأرقام 10% زيادة وافدين. فيعني كل ما يمكن أن يقبل هذا العام 1300 جداد، انا اعتقد ان احنا مرتاحين، هيكون عندنا هنختار افضل العناصر اللي تجيب لنا ال 1300.